السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى مشتركين في الدنيا، مشتركين قناة ماي كوين. النهاردة بنقدم كوليكشن جديد للمحجبات لعام 2021. طبعا هو ينفع يكون لعيد الاضحى بإذن الله عز وجل، ربنا يجعل ايامنا كلها اعياد وسعادة. زي ما انتم شايفين عبارة عن دريسات جميلة جدا وهادية جدا، تقدر كل بنت ايا كان ذوقها هيعجبها، لانها بصراحة موديلات حديثة جدا وجميلة وتحفة جدا، وفي نفس الوقت محترمة وشيك. طبعا زي ما انتوا شايفين دي الترندات اللي نازلة في السوق، بتبقى عبارة عن اللي هي جيب مكسرة او الدريسات الطويلة الغامقة المنقوشة، وفي منها الكاروهات. وطبعا زي ما انتوا شايفين كلها موديلات جميلة جدا وجديدة وعصرية والوانها مبهجة جدا، يعني تقدر البنات تلبسها من سن 12 سنة فيما فوق طبعا لحد الاخر. زي ما انتوا شايفين يعني موديلات جميلة جدا مش واقفة عند سن معين. وطبعا هو الموديل السنة دي المنقوش والكاروهات اكتر حاجة نازلة في السوق. الاشكال الهادية دي يعني موضتها يعني من زمان شوية بس ايه موجودة، لكن هو المنقوش هو السنة دي نازل بكثافة يعني. وزي ما انتوا شايفين طبعا كلها الوان مبهجة وجميلة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك القناة وتفعل الجرس عشان يجيلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.